أزعجونا بالحديث عن أهل الفساد في المغرب وما حدثونا عن أهل العبادة والفضل والعلم والكرم. المغرب رجالها رجال دين وخلق، ونساؤها نساء عفة وفضل. كيف بك لو رأيت النساء المغربيات الشريفات العفيفات وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية. ولو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراك ما جامعة القرويين؟ أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، شيدها سيدة المغربية هي فاطمة الفهرية. فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية أن في رقبته دين للمغرب. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. أهلها أهل كرم وطيبة وحفاوة مع القريب والغريب. حياكم الله يا أهل المغرب.